الخميس كده بنحب ان احنا نطمنكم على الحركة المرورية ونشوف اخبار شوارع واخبار الطرق ايه لكل اللي عاوز ينزل بقى، اللي هيسافر في الويك اند او رايح اي مكان بيحب ان هو يطمن. فمعانا زميلنا محمد القليوبي من الادارة العامة للمرور يطمننا على الحركة المرورية. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الخير يا نهاد، وصباح الخير يا داليا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة صدى البلد. بالفعل احنا في الإدارة العامة للمرور عشان نعرف حالة الطرق النهاردة والشوارع الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى. يمكن يوم الخميس نهاد وداليا دايما بيحبوا يعرفوا حالة الطرق النهاردة عشان الناس بتفتكر انه بيكون في زحمة او حاجة، لكن حتى الآن الحمد لله الطرق ماشية بشكل جيد جدا. هنعرفها من خلال الكاميرات الخاصة بالإدارة العامة للمرور معانا النهاردة، وهنبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة ومن محور بن زايد الشمالي. زي ما احنا شايفين ان الطريق الداخل او الخارج من محور بن زايد الشمالي في سيولة مرورية، لازم طبعا بنلقي نظرة على العاصمة الإدارية عشان نعرف فيها حالة الطرق ماشية ازاي. ده الحي الحكومي، وزي ما احنا شايفين الطريق ماشي بشكل سلس. للي حابب يسافر اسكندرية واللي رايح اسكندرية النهاردة، ده طريق اسكندرية الصحراوي. زي ما احنا شايفين اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ماشي بشكل سلس جدا، وفي سيولة مرورية في هذا الاتجاه سواء على الحارة السريعة او البطيئة. ايضا الاتجاه الاخر اللي متجه من اسكندريه ورايح على منطقه اكتوبر، برضو اتجاه الحاره السريعه والبطيئه ماشي بشكل كويس جدا ومفيش اي مشاكل. هنروح لاتجاه اخر. طبعا زي ما احنا عارفين ان الطريق دلوقتي الناس بتبدا تنتقل من مناطق وسط البلد او من مناطق الجيزه تروح لاكتوبر. زي ما احنا شايفين ده اتجاه الرمايه او على الطريق الدائري اللي رايح الرمايه، في سيوله مروريه كويسه جدا. ايضا اللي رايح لمنطقه الواحات في سيولة مرورية كويسة جدا، وده طبعا طريق اسكندرية الصحراوي ماشي بشكل جيد. وأيضا القادم من ميدان الرماية ورايح على مناطق الجيزة في سيولة مرورية والطريق ماشي بشكل سلس وكويس. هنروح لاتجاه آخر برضو للي حابب يسافر، ده طريق بنها الحر أو اتجاه اللي رايح على محور رود الفرج. ده زي ما احنا شايفين على كوبري قوس هنا في اتجاه محور رود الفرج سيولة مرورية، وأيضا اتجاه الآخر سيولة مرورية. ويمكن ده الطريق الدائري من أسفل برضو ماشي بشكل كويس جدا وسلس جدا في هذه الساعات، فما فيش أي مشاكل على الطريق الدائري من اتجاه الزراعي. هنروح لمنطقة أخرى على الطريق الدائري واتجاه آخر، ودي أعلى الكنيسة. زي ما احنا شايفين في أعمال توسعة بتحصل في هذه المنطقة، لكن في سيولة مرورية ماشية في هذا الاتجاه. أيضا الاتجاه الآخر المتجه لمناطق الكنيسة برضو سيولة مرورية كويسة جدا. وهنروح لاتجاه آخر ومعانا منزل المريوطية. منزل المريوطية برضو هو الواصل بين مناطق الجيزة واللي رايح ليه مناطق بعد كده اكتوبر او اللي عايز يروح المعادي، في سيوله مروريه في الاتجاهين سواء لداخل او لخارج بمنزل المريوطيه. لو عايزين نعرف منطقه البساتين ومناطق برضو المعادي ومصر القديمه، فمنطقه البساتين بعد اعمال التوسعه الطريق بقى ماشي بشكل كويس جدا، في سيوله مروريه سواء في هذا الاتجاه القادم من منطقة التجمع ورايح لمناطق المعادي في سيولة مرورية كويسة جدا. أيضا الاتجاه الآخر اللي راح لمناطق التجمع برضو سيولة مرورية مفيش أي مشاكل زي ما احنا شايفين. ودي طبعا الطريق الدائري عند أثر النبي، والاتجاه اللي راح للبحر الأعظم ماشي بشكل جيد جدا برضو بعد انتهاء أعمال التوسعة في هذه المنطقة مفيش أي مشاكل. الاتجاه الآخر اللي راح لمناطق التجمع برضو الطريق ماشي بشكل كويس جدا مفيش أي مشاكل معانا. زي ما احنا شايفين الطريق ماشي يوم الخميس في المناطق الرئيسية بشكل كويس وسلس للغاية. لو هنروح للتجمع الخامس، ده طبعا الطريق الدائري او امتداد الطريق الدائري المكمل للتجمع الخامس، مفيش اي مشاكل سيولة مرورية. ايضا الاتجاه الاخر القادم من التجمع ونازل عند النفق مفيش اي مشاكل والطريق ماشي بشكل كويس وسيولة مرورية. لو طريق السويس، زي ما احنا شايفين طريق السويس زي ما احنا عارفين كان مقفول لفترة وكان بيضطر المركبات ان هي تروح لطريق جنيفا، لكن دلوقتي طريق السويس اشتغل بشكل كامل ولسه في اعمال توسعه، ولكن الطريق اشتغل وكويس وشغال. في سيوله مروريه في هذا الاتجاه اللي راح لمنطقه السويس او القادم من السويس ورايح على مناطق مصر الجديده ومطار القاهره. هنروح لاتجاه اخر، ولو شفنا هذا الطريق ده محور سعد الدين الشاذلي اللي راح للعبور واسماعيليه.
اتجاه اللي داخل للعبور برضو في سيولة مرورية كويسة جدا، ايضا الاتجاه المتجه لإسماعيلية برضو سيولة مرورية، يعني مفيش اي مشاكل في اللي مسافر رايح إسماعيلية او القادم من إسماعيلية، مفيش اي مشاكل في هذا الطريق يقدر ياخده في هذا التوقيت. هنروح لاتجاه اخر على الطريق الدائري، دايما كان بيبقى زحمة، كان زمان بيبقى زحمة، لكن بعد ما شايفين اعمال التوسعة الطريق ده اعلى المرج، اعلى منطقة المرج، زي ما احنا شايفين سيولة مرورية برضو في الاتجاهين سواء اللي رايح للمرج او القادم من المرج. وطبعا دي منطقة الخصوص برضو زي ما احنا شايفين اعلى الخصوص بالطريق الدائري، برضو سيولة مرورية كويسة جدا. واخيرا معانا طريق شبرا بنها الحر، شبرا بنها الحر طبعا طريق واصل للمحافظات الزراعية او المحافظات الدلتا من القاهرة، زي ما احنا شايفين برضو سيولة مرورية على طريق بنها الحر، وده طبعا الطريق الدائري. واخيرا معانا الطريق الزراعي اللي رايح لمناطق بسوس والقناطر الخيرية او المكمل لميدان المؤسسة، والقادم من المؤسسة ورايح لإسكندرية الزراعي الطريق ماشي بشكل كويس جدا. اذا يوم الخميس النهاردة زي ما احنا شايفين ان طرق السفر كلها ماشية بشكل كويس وسلس، وكمان محاور رئيسية والطريق الدائري ماشي بشكل سلس وكويس، وفي الاخير بنتمنى السلامة للجميع. شكرا زميلنا محمد الأيوبي من الإدارة العامة للمرور، طمنتنا على الحركة المرورية النهاردة.